حاضنة الأطفال المتواجدة عندنا في المعرض هنا بتكون بقراءة وبالتحكم في درجة حرارة الطفل، درجة حرارة الهواء، مستوى الرطوبة، مستوى الأكسجين، تشبع الأكسجين داخل الدم، ضربات القلب ومستواها ووزن الطفل، وبتخزن كافة المعلومات هاي لمدة 7 أيام. يعني الدكتور بيقدر يدخل على أي وقت على الإنكوبيتر ويأخذ قراءة الطفل لمدة 7 أيام حتى يكون. الجديد زي ما حكينا إنه كل المعلومات هذه على التابلت الموجود عندنا، والتابلت هذا واي فاي كنترولد، ممكن يتاخذ على غرفة الممرضات أو غرفة التمريض ويكون براقبة الطفل مع وجود كاميرا داخلية، وعن طريق الواي فاي تبع المستشفى ممكن نقل الاي بي ادرس لغرفة الطبيب أو للأم في غرفتها.